نذكر مشاهدينا بأن القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة تسبب في مقتل أفراد من عائلة مراسل العربية في غزة محمد عوض، وهم شقيقه رامي عوض وزوجته وأبنائه، جراء استهداف إسرائيلي للمنزل الذي نزح إليه مع العائلة بجنوب قطاع غزة. هذه صور طبعا لعائلة شقيق مراسل العربية زميل محمد عوض، شقيقه رامي عوض وأسرته أيضا كذلك. نتقدم بخالص العزاء للزميل محمد عوض وعائلته. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.